عندي النهارده بهذه المناسبه المتحدث العسكري منذ قليل اعلن عن تدمير 9 عربات استمرارا لجهود القوات المسلحه وافرعها الرئيسيه في تامين حدود الدوله على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه، وبناء على معلومات استخباراتيه مؤكده تفيد بتجمع عدد من العناصر الاجراميه والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار 48 ساعة الماضية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها. ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية. وفي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني، وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة. والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.